فايز، احنا معانا دلوقتي في جزء من التدريبات اللي انت بتعمليها ده، متهيألي دول الاصغر سنا، متهيألي شويه. لا دي دوره يعني دي النقله اللي احنا بنعملها بالبرنامج المهارات الاساسيه اللي هو للدوري الانجليزي الممتاز. احنا معتمدين 26 مدرب، ودي كانت في قريه النوبه في اسوان، ودي اول مره البنات يمارسوا كره قدم. بالمناسبه البنت دي يعني الفيديو لما يفتح بعد شويه البنت بتلعب مع ولد، هو المفروض ان الكره تتمرن ما بين الكنزين الموجودين دول. فالولد هو اللي وقع كله، ففي الاخر انا بثبت لهم ان البنت تقدر تعمل اي حاجه، وازاي تستلم وازاي تباصي. والمجتمع من قريه نادي بلانا ده كان فيه رئيس نادي اسمه زول، ده كان دعمه كبير جدا للدوره. طبعا ده بتعاون مجلس الثقافه البريطاني مع وزاره الشباب والرياضه، بنعمل برنامج المهارات الاساسيه للدوري الانجليزي الممتاز اللي موجود في مصر بقاله 11 سنه، وده بيشتغل على ان فكره ان ازاي ندعم البنات وندعم اي فئات مهمشه، سواء ذوي احتياجات خاصه، سم وبكم، اي فئه اسوياء. طيب.